طيب أستاذ فايق، احنا وصلنا عند تاريخ 22 سبتمبر 1980. في هذا اليوم اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، ومن باب الصدفة في نفس يوم اندلاع هذه الحرب انت رجعت من حلب في سوريا الى العراق. كلمني اول شيء، نتكلم عن فايق الشيخ علي اللي عاد مرة ثانية من حلب الى العراق، وشلون سمعت الخبر، وشنو اللي صار في طريق عودتك الى العراق؟ طبعا يعني رجعت إلى العراق مجبورا مكرها أخاك لا بطل حقيقة، يعني ضغط والدي على عمي وإنه لازم يرجع وماكو شيء، لأن أذكر موقف مهم جدا صار في السيدة زينب قبل عودتي في سوريا، يعني قبل عودتي خلال أشهر الصيف اللي أنا كنت موجود فيها بالشام. شخص الآن معروف بالعراق كضابط، وكان مع السيد المالكي وسجين سياسي، واشتهرت قضيته في التسعينات لما ماكس فان دورشتويل زار السجن بالعراق، وهذا الرجل التقى به الولد الشاب في ذلك الوقت وأخرجه ماكس فان ديرشتويل، يعني كتب الصدام وطلعه من السجن في التسعينات وأخذ الطالي جوء سياسي في هولندا. هذا الشخص اسمه الآن العميد عبد الأمير الظالمي، موجود بالعراق. هذا كان شاب وهو من عمري وربما أصغر شوية، وجدت أنا في الشام عام 80، فتفاجأت قلت له أنت شو تسوي هنا؟ قال لي أنت ما سمعت بقصتي؟ قلت له لا، ما شنو قصتك عبد الأمير؟ قال لي قصتي أنه لما سفروا السادة آل فلان بحي السعد، وأنا رحت أودي لهم غدا للمحجر، أجت السيارات الزيل العسكرية والأمن والكذا، صعدوهم بالسيارات وأنا وياهم. أقول لهم يا با أنا عراقي، مالي يعني ظالمي من الظوالم من بني حجيم، أنا عراقي. قالوا لي اسكت، ضربوني بوسطوني صعدوني بالسيارة، لقيت نفسي بإيران. فبإيران أنا لا أعرف فارسي، لا أقدر أعيش، لا كذا. هالكلام يعني سنة 80 وهو عمره 16-17 سنة. فاضطريت أجي لهنا سوريا، وأني راح أروح للعراق. فلقيت عليها محاضرة طويلة عريضة. أنت يعني أنا قلت له أنت مجنون ترجع للعراق وصدام الآن استولى على الحكم وهو اللي سفرك لإيران؟ عبد الأمير قسما بالله يعدمك ويقطعك، تقطع صدام، أنت مش عندك رأي للعراق، أبقى هنا مثلي. هذا الكلام قبل عودتي، أبقى هنا مثلي بسوريا، وإذا على العيشة بالنسبة لك الله يدبرها، لا تشيل هم. قال لي أنا ما أقدر أعيش يعني غريب ووحدي، لا أمي لا أبوي لا كذا لا هذا. المهم لهنا وانقطع الاتصال. بعدين فهمت، هاي قصة عرضية اجت، بعدين فهمت انه هو راجع للعراق ولزموا الامن واخذوا المحكمة، محكمة الثورة، وحكموا بالاعدام، بعدين خفضوا الحكم، وهو شهد ضد صدام، وصدام بالمحكمة استمع الى قضيته، قال نعم عندي علم بها. هاي الان اذكرتها حتى يعني كشاهد على انه انا كنت احذر اللي يريد يرجع للعراق. بس انت خذيت قرارك تبي ترجع؟ انا مو قراري هذا، وانما قرار والدي وعمي. حتى عمي قال لي عمي انت تركت الخامس العلمي، ارجع اكمله وخلص السادس وتعال عندي مرة ثانية الحلب، حتى هنا لأن أنا وحدي غريب في حلب، تكمل طب وتحت عيوني ويعني ونظري. فأنا ما عندي رغبة بالطب أبدا، ولا بالهندسة ولا بأي شيء، عندي رغبة من أنا وصغير وشاب بالمحاماة، والغاية الدفاع عن الشعب العراقي وعن الناس المظلومين اللي أشوفهم. هاي مختصر مفيد. طيب. ما أحبذ العلمي. المهم فرجعت، أول ما رجعت شفت والدي وبالبيت، وقلت لك أعلن بالطريق أنا من بغداد إلى النجف بيان رقم واحد بدأت الحرب العراقية الإيرانية، وأنه طائراتنا وقواتنا اقتحمت الحدود الإيرانية وفي قتال، وطائراتنا تقصف كذا والإيرانيين يردون. فقلت لوالدي، قلت له هاي تريدها تلح، تعال تعال تعال، شو تريد من عندي؟ هو بس أني ابنك الكبير وذولا ولد صغار الباقين أطفال، يعني ليش جبتني من سوريا واليوم بدت الحرب؟ يعني يوم مشؤوم جدا هذا بحياتي. فقال لي لا ابني، هاي الحرب عابرة كم يوم كم أسبوع وتوقف وينتهي كل شيء.
اسمع هنا جوابي وتفكيري أنا، يعني قلت له إذا وقفت بعشرين سنة أنت أبويا اتفل بوجهي، اتفل أبصق يعني. طبعا ابن يحكي ويا أبوه، فحتى لو يتحدى له كذا هذا مو بالإعلام ولا بالتلفزيون، وتخمين مال عشرين سنة هذا من عندي يعني وعدي، دلالة على أن الموضوع سيطول. سيطول، فهو سخر وضحك يعني من تصوري أنه أي عشرين سنة. قلت له ذولا ويا تركيا صار لهم 400 سنة يتعاركون، تريد ويا العراق؟ خذيلة اللي هما منهم على إيرانية، على الإيرانية. يعني قلت له ذولا ويا تركيا على جبل حدود صار لهم 400 سنة يتعاركون، تريدنا ويانا إحنا تخلص بأسبوعين ثلاثة ولا يومين ثلاثة؟ لا، الموضوع طال بابا وكل إحنا راح نموت بهاي الحرب. قال اسكت أنت، ما تعرف بالسياسة بعدك صغير. فسكتت، راح تداومت، وهنا أنا طبعا شفنا أجواء الحرب وشنو اللي جاي يصير. صدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 1، وهذا نصه: بناء على الظروف الدقيقة التي أحاطت الموقف والتي أوضحها بيان مجلس قيادة الثورة الصادر هذا اليوم، والذي أكد استمرار السلطات الرجعية الإيرانية باستخدام قواتها المسلحة ضد الأهداف الحيوية العسكرية والمدنية، فقد قامت قواتنا الجوية في الساعة 1200 من هذا اليوم 22 أيلول 80 بالتعرض على القواعد والمطارات العسكرية في عمق الأراضي الإيرانية، وألحقت أضرارا بالغة بالأهداف العسكرية التالية: 1. قاعدة مهرباد الجوية في طهران، 2. قاعدة شيراز، 3. قاعدة بوشهر، 4. مطارات ديزفول، 5. قاعدة شاروخي في همدان، 6. قاعدة خاتمي في أصفهان، 7. مطار تبريز العسكري، 8. مطار أومدلي العسكري في أغجاري، 9. المطارات العسكرية التابعة لقيادة كرمنشاه، 10. مطار الأحواز في عربستان. أما وحدات صواريخنا أرض أرض فقد حققت إصابات دقيقة وألحقت أضرارا فادحة بقواعد التموين الإيرانية الرئيسية في ديزفول. هني خلينا نتكلم عن فايق الشيخ علي أول شيء قبل ما نتكلم عن الحرب وملابسات الحرب وانعكاس الحرب ومشاهدات الحرب في الشارع العراقي. بس هني أنت رجعت كملت دراستك؟ رجعت كملت دراستي، سجلت في الفرع الأدبي وليس العلمي لأنه كنت أريد أصير محامي، فتركت العلمي. فانتسبت إلى مقسمين، يعني أكو بالإعدادية بالخامس والسادس إعدادي ثانوي أكو علمي وأدبي. بس رجعت مرة ثانية للنجف؟ رجعت للنجف بالدراسة وسجلت بالأدبي. نعم. هني 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 الوضع على مستوى تغلغل حزب البعث بعد صار أكثر المفروض، وعندنا حرب والحين صدام هو اللي موجود داخل أجواء المدرسة الحين. إيه. أكو شيء تغير؟ حسيت في أشياء تغيرت ولا الوضع لا الموضوع طبيعي؟ لا تغير، لأنه صار أنه الحديث أول كان الأب القائد والرفيق المناضل، الآن ماكو بعد، الآن بعد ماكو الأب القائد، أكو الرفيق المناضل القائد المهيب الركن صدام حسين وحفظه الله ورعاه إلى آخره. يعني صارت اللغة فقط فرد واحد يحكم العراق. ثانيا واضحة البعثية في داخل المدرسة. ثالثا ذول الشباب البعثيين الكذا يفتخرون ويزهون بصدام حسين ويكتبون تقارير ويلاحقون غير البعثي. يعني أتذكر، شوف هاي الساعة، يا الله والله أكو ذكريات عظيمة. أكو شخص مات لتوهي، هو أستاذ الأجيال بالنجف، اسمه الأستاذ حامد المؤمن. صحيح هو بحزب الدعوة، هذا صحيح، لأنه سابقا هو بحزب الدعوة، وهذول أخوة بالبيت، هم أربعة بس ثلاثة منهم واحد بعثي واحد شيوعي واحد بحزب الدعوة. هاي طريفة، هاي من يقعدون والدهم سيد جابر المؤمن خياط بدل، لأن أنا أخيط بدل فعنده، وهو صديقي، الأب صديقي وليس الأبناء، الأبناء اللي هم بكبر والدي بس الأب بكبر جدي، لكن الأب يحبني مثل واحد من أبنائه. فمن أمر على محله يدعوني أن أشرب شاي كذا، أقعد يمه وأسمع السوالف. هذول يومية يتعاركون بالبيت
ثلاثة الاخوان اللي كل واحد من حزب. اي والرابع اصغرهم سيد كريم موجود يعني هذا شوية اكبر من عدي يعني هذا اصغرهم تخيل، بس هذا ما يتدخل بالنقاش لان ذولاك كبار الثلاث، فيتعاركون ايش قال البعث ايش قال الحزب الشيوعي ايش قال حزب الدعوة، يوميا يتعاركون والاب والام يعني يظلون حائرين لان ان من يفزعون او الى اي واحد يقفون. المهم هذا حامد المؤمن كان الداعية. تخيل فيه طالب عندنا بالإعدادية كتب تقرير ضد الحزب البعث وللأمن قالهم هذا بحزب الدعوة يريد يعدمه. تخيل يعني وهاي سنة 80 بعد عودتي يعني انت سألتني شنو اللي تغير، هذا اللي تغير انه هذا الطالب بالإعدادية يريد ان يعدم استاذه، وهذا الطالب البعثي اللي وصل عضو فرقة الان من اكبر التجار بالعراق اللي هو منه يعني أنا ممكن أقول اسمه وعادي جدا يعني جدا عادي إيه إيه بس ليش أحرجه وأحرج الناس وهاي وين المشكلة في الموضوع؟ اسمه عماد سكر الآن يبني مجمعات بالدولة وهو بعثي وكان رئيس الاتحاد الوطني في الإعدادية، بحيث أنا عثرت على التقرير عثرت اللي كان يكتبه ضد منتسبين حزب الدعوة اللي إيه نعم ضد هذا الأستاذ تحديدا. قلت له عماد طالب وياي بنفس المرحلة وبنفس الصف، قلت له عماد تكتب تقرير على الأستاذ اللي يدرسنا؟ أنا مو بعثي بس يعني هو يحكي لي وأصدقاء وكذا على أستاذنا اللي مربينا ومدرسنا ومعلمنا، ايش عندك ويا أستاذ حامد؟ ليش؟ هذا لأن أستاذ شريف ومحترم ويحب طلابه وهذا. قال لي خليه ولي هذا بحزب الدعوة، هذا يعزز الهجمة الشرسة اللي كان شنها صدام حسين على الإسلاميين وعلى الدعاة والإعدامات في عام 80 احنا نتحدث الآن وبالإعدادية إعدادية النجف للبنين. هذا الكلام يعني هل كان في جبر مضايقات من الأساتذة من المنتسبين بشكل رسمي لحزب البعث على بقية الطلبة في المدارس؟ طبعا هو هذا ذكرت قبل في لقاء سابق هذا الحين ذكرناه كمثال، لكن في السابق كنت أذكر أنه مثلا كان يودونكم بشكل إجباري إلى معسكرات أو إلى مخيمات معينة فترات تدريب، هل تكرر هل زاد هذا الشيء؟ هذا كله ذكرته وأضيف لك أنه هذا قالوا له أنه يصادقني حتى يجرني إلى حزب البعث، أي واحد من الأساليب. سكر. إيه عماد سكر. سكر. إيه. عماد جواد يمكن سكر أبو جواد أو شيء من هالقبيل. المهم هذا واحد من الأشخاص البعثيين، هذا واحد أنا الآن ذكرته، بس إحنا نتحدث عن ألوف، عن عشرات الألوف، عن مئات الألوف على مستوى العراق ككل. هالشكل صاروا يكتبون تقارير، صارت المرأة تكتب تقرير على زوجها، الابن يكتب تقرير على أبوه أو العكس الأب على ابنه إذا ابنه ما يطيعه أو كذا، يتهم رأسا هذا سب الرئيس القائد صدام حسين والعقوبة إعدام بدون تفاهم يعني حتى لو ما تعترف حتى لو هذه الأمور يمكن إحنا نسمعها أو من يقرأ في مرحلة صدام حسين يسمع مثل هذه الأمور أو يقرأ هذه الأمور، بس أنت صارت حوارث أمامكم يعني في على الأقل في منطقة النجف أن الزوجة هي يعني تكتب ضد زوجها أو الأب يكتب ضد ابنه أو الابن يكتب ضد أبوه. مو النجف، العراق بالتلفزيون طلع صدام حسين قال هاي المرأة أنا أكرمها لأن ماجدة عراقية أجت قلت لي عن زوجها ضد الحزب والثورة بالتلفزيون. شو مو انه انا من عندي جاي اجيب هذا الكلام وصارت وبيت فلان وبيت لا 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 علني بدا يشيع هكذا ثقافه وهو تخريب الاسره يخربها بحجه انه البعث والقياده والحزب والثوره دمرها للاسر العراقيه تدمير، صار احدنا ما يقدر يتنفس يعني انا ووالدي اذا اريد نحكي اخوتي اطفال بس لان هم يرحون للمدرسه وش نضل نتلفت يمينا ويسارا. انا اطمئن لوالدي والدي يطمئن الي، امي ما لها علاقه بالموضوع امراه يعني ربت بيته وهذا تسمعنا، بس اخوتي اللي هم اصغر مني كثيرا يعني جدا نلتفت لان اخاف واحد بالمدرسه يحشحش. وصارت بالنجف انه واحد جاي زايرهم المفتش وساله
اكو صورة صدام بالهاي معروفة، هاي القصة جدا مشتهرة بالعراق يعني. اللي هي شنو؟ صورة صدام داخل الصف، المفتش الإداري اجى دخل للصف بالابتدائية، سأل أحد الطلبة قال له بابا تعرفه لهذا؟ قال له إيه أستاذ أعرفه. قال له منو؟ قال له هذا صدام حسين، أبويا يوميا من يطلع بالتلفزيون يرجع بالنعال، يعني يلزم النعال أجلكم الله، يضرب التلفزيون من يشوف صورة صدام. انعدم الأبو، هذا طفل ما يعرف هذا بالابتدائية بصف الثالث يعني عمره 9 سنين لما حكى. هاي قصة جدا مشهورة بالنجف، معروفة على مستوى العراق أيضا، معروفة مثل هكذا قصص كثيرة. فأدخل يعني أريد أقول تقولي جو من الرعب كان مسيطر. أيوة في الشارع العراقي، مضبوط، هذا اللي أريد أقوله. أدخل صدام حسين بمجرد وصوله إلى السلطة الرعب والخوف، وبالعراقي الرجيف صارت العائلة ترتجف وترتعد خوفا من اسم صدام حسين، أدخله في كل بيت وصار الإنسان يخشى من خياله. أنا الآن من أوصف لك يعني ربما بعض أبناء محافظات يقولون لا هذا الكلام مبالغ به، ليس إلى هذه الدرجة، مثلا في بغداد لم نكن نشعر بمثل الذي يقوله فائق الشيخ علي، لكن في محافظات كثيرة على الأقل الآن أنا أتحدث عن النجف وكربلاء، لأن أنا نجفي وأمي من كربلاء من عين التمر، فأروح للخوال وللعمام بشكل مستمر. هذا الرعب سيطر على الشعب العراقي، والخوف الرهيب الشديد الذي لا يمكن مهما امتلكت، مو أنا أي إنسان امتلك من البلاغة والأدب والقدرة على الكلام والخطابة لا يستطيع أن يوصل الصورة الحقيقية إلى المشاهد العربي. يعني إحنا أنت استمرت في الإعدادية، بعد تخرجك من الإعدادية المرحلة اللي بعدها كانت الجامعة. الجامعة انتسبت إلى أي جامعة؟ جامعة بغداد كلية القانون والسياسة قسم القانون. هني انتقلت إلى بغداد ولا ظليت في النجف تروح تحضر وترجع؟ لا أنا خلصت الجامعة السادس إعدادي آخر مرحلة، وطلعت أحد العشرة الأوائل على العراق والأول على محافظة النجف الأشرف. هاي نقطة مهمة أذكر لك إياها لأن بها معنى أو مغزى. الأول على محافظة النجف، فمدير الإعدادية عندنا بعثي كبير وهو يكرهني، وقد قتل في انتفاضة آذار عام 91. اللي هو منو كان؟ اللي اسمه عبد الأمير جيثوم مرزوق العواد. ليش ذكرت اسم هذا الطويل؟ لأن أبوه أحد الشخصيات والقيادات العشائرية الكبيرة، خاصة جده مرزوق العواد مشهور بالعراق يعني من قادة ثورة 20 ومن أبطالها. فهذا أي طبعا أي فهذا بعثي يعني كبير، كان يكرهني لأن يعرف أنا ما أريد أصير بعثي، وربما يعاقبني بعض الأحيان أو يسمعني كلام خشم، لأن هو كان لسانه إحنا نسميه بالعراقي زفر، ما تسأل الله يرحمه، بس هو لسانه زفر يعني يغلط يسب على الطلبة بدون ما هذا، خاصة إذا واحد مو بعثي مثلي بس يشوفني شنو لك أنت، يقوم يعني يحكي كلام. فمن طلعت أول وسلمني الشهادة أمام الطلاب، يعني إحنا 3 شعب سادس إعدادي أدبي، كل شعبة 30-90 طالب جايين نريد ناخذ شهايدنا، فمن صاحوا اسمي أمام الطلاب قال لي اسمع لك أنا أكرهك وما أحبك، بس أنت اليوم رفعت راسي لأنه اللي طلع أول على محافظة النجف الأشرف من إعداديتي وأنا المدير، فأنت رفعت رأسي إلزم هاي شهادة. صار تصفيق وشالوني الطلبة. رحنا صدام دعانا، إحنا العشرة الأوائل بالعراق، دعانا إلى قاعة الخلد يريد يكرمنا. زين أنا عقلي طير من صدام، شلون أروح أحضر تكريم لأني الأول؟ ما رحت. هاي وين جينا للكلية؟ في الأول كلية في بغداد، بس هذا جوابا على سؤالك، اي نعم انتقلت لبغداد ورحت. احنا عندنا نظام الاقسام الداخليه او تاجر انت شقه او بيت، مهم. فرحت الى بغداد بعد مرور شهر على دوامنا بالكليه، اعلن صدام تكريم الاوائل بالعراق في قاعه الخلد، فانا ما رحت.
الوضع عادي يعني. صدام يقول أنا أبي أسوي تكريم حق العشر الأوائل، يقول أنا يقول لا إنه العشر الأوائل يجون يكرمون من قبل الدولة، ما يقول أنا أكرمون يعني، لا هو فعلا هم مو هو ما أجى هو، لكنه هي العادة إنه العشر الأوائل، خلينا نقول رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية إنه العشر الأوائل بالعراق يكرمون. فمنه راح بدالي يعني باعتبار من العشر الأوائل؟ أكو بنت امرأة الآن في ذلك الوقت بنت زميلة وهي جارة أيضا لنا، هي اللي راحت. ليش؟ لأنه هاي الزوجة الضابط، والضابط استشهد بالحرب العراقية الإيرانية في بداية الحرب عام 80، ها عام 81 استشهد. المهم صدام أعطى 5 درجات على كل درس إضافي للي عنده ابن أو أخو أو زوج شهيد بالقادسية، 5 درجات. فهي أقل مني معدل يعني، وجدت 5 درجات إضافية، طبعا صارت أكثر من هدية بديهية يعني، فراحت هي استلمت التكريم بدلا عني يعني. والله خلصني، وحتى من سألوني البعثيين ليش ما حضرت بقاعة الخلد، قلت سلمى وتوت هي الأولى على محافظة النجف، قالوا لا هاي مو جت شو اسمه الإكرامية ال5 درجات من الرئيس. قلت لهم اي بالأخير يعني، هي كان معدلها 77 وأنا 80، فأجت 5 درجات صار 82. المهم قلت لهم ايه هي يعني أعلى من عدي، فانتهت. صرت هنا أنا طالب بعد بالكلية قسم القانون في كلية بغداد، جامعة بغداد. جامعة بغداد نعم. هني تقريبا في أي سنة هذا إحنا قاعد نتكلم؟ إحنا الآن نتكلم بالضبط 82. 82. طيب نرجع شوية يعني، راح نكمل بعدين مرة ثانية اللي مع فائق الشيخ علي، بس نرجع الحين نتكلم عن الحرب العراقية الإيرانية وبدايات اندلاع هذه الحرب. أول شيء حسب متابعتك وقراءتك هني بصفتك باحث في الشأن العراقي، من المتسبب في اندلاع الحرب العراقية الإيرانية؟ أنا أقول كلمة وظليت أقولها يعني للتاريخ، تتكون هذه الكلمة من مقطعين والآن أقولها، هذا اللي يرضي ضميري في الدنيا والآخرة. اللي بدأ بالحرب واستعد لها هو صدام حسين، يتحمل مسؤولية أول سنتين، لكن 6 سنوات الأخيرة يتحمل مسؤوليتها السيد الخميني وإيران، لأنه بأول سنتين تسألني ليش صدام هو اللي بدأ يسعر ويهيئ الموضوع الحرب، وإيران اعتدت كثيرا، تفجيرات صارت في جامعة المستنصرية لاغتيال طارق عزيز، تفجيرات أخرى قبل اندلاع الحرب، تقصد قبل اندلاع الحرب في عام 80، كلها هاي مقدمات بعد نجاح الثورة، بعد نجاح الثورة في عام 80، هاي كلها صارت بالعراق. بس صدام بدأ يحشد وبدأ اتخذ قرار الحرب يعني منذ تسلمه السلطة في عام 79، وشن الحرب في عام 80، وتوغلت القوات العراقية بالأراضي الإيرانية. يعني لسه أتذكر جيدا وتماما أنه المذيعين اللي كانوا يعلقون على صور من المعركة أو شيء من هالقبيل يخاطبون الشعب العراقي، أتعلمون أين هو جيشكم الآن؟ إنه في أحضان كعب والسواعد والسواري، ويعني دلالة على الأراضي العربية أو المناطق العربية في الضفة الإيرانية، للحديث عن الأحواز وعبادان والمحمرة وبقية المدن الحدودية اللي عبر إليها الجيش العراقي سواء من البصرة أو من مناطق أخرى. فهاي السنتين صدام مسؤول عنهن ويودان على هذا. شنو اللي تغير بعد السنتين؟ بعد السنتين انه بدأت ايران تهجم تسترجع الاراضي، رجع في عام 82 استرجعت المحمرة وبقية الاراضي وكذا، وبدأ صدام يتراجع وينهار. لكن بدلا من ان توقف الحرب ويعني يلجؤون الى المفاوضات، يلجأ الطرفان العراق وايران، ايران اصرت بان الحرب تستمر حتى اسقاط صدام. ولما كان حكام ايران تدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السابق والمقصود في شؤون العراق الداخلية، وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل، وإمدادهم لروس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية، ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم
إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا كذلك. کسی که ابتداعاً برای اینکه سردار قادسیه باشد تصریح کرد که من به کشوری که مجوس هستند دارم حمله میکنم و کشور ایران را مجوسی خواند و حمله خودش را حمله سردار قادسیه خواند و هیچ اعتقاد به اسلام و اخلاقیات اسلام نداشت، امروز طيب أنا يعني فترة الحرب العراقية الإيرانية بكل تأكيد هي يعني فترة طويلة، 8 سنوات حرب فيها الكثير من المشاهد، الكثير من المحطات. بكل تأكيد إحنا يمكن ما يسعفنا نتوقف عن جميع ونغطي جميع هذه المحطات، لكن بحاول بقدر المستطاع بشكل سريع أتوقف عند يعني بعض المحطات هذه. بس في البداية أبي، أنت شاب في ذلك الوقت تقريبا 17 سنة 18 سنة، يعني كان عمرك، يعني وقع الحرب العراقية الإيرانية في الشارع العراقي، مشاهداتك أنت شلون؟ الناس كانوا متفاعلين، داعمين للجيش العراقي، مستائين، مجبورين، مبسوطين، شنو كان الجو داخل العراق؟ الجو كالآتي: الآن احنا نكشف للصندوق الأسود ما كنا نعانيه ونعيشه، وليس كما يكتبه البعض في الإعلام ولا حتى خطابنا السياسي للشارع العراقي والعربي. لا 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 لا، راح نحكي الواقع. كل شيء من أجل المعركة، هذا شعار كان مرفوع في السبعينات بالعراق، رفعه البعث، بس حقيقة طبق في العراق بأنه كل شيء من أجل المعركة. عندنا حرب مع إيران، فالدولة كلها تسخر للحرب ضد إيران. بدأ الشباب يتناقصون لأنه يسحب مواليد كل فترة على مواليد مثلا 59 الالتحاق بالكذا، 59 60 قبلها، حتى مواليد الأربعينات الكبار بالسن رجع لهم 47 48 49 50 51 52، هاي شكل هاي المواليد كلها تلتحق بالحرب. بدأ الآباء والأبناء يغيبون عن المدن ويذهبون إلى الحرب، ويروح يبقى شهر يقاتل ويرجع لمدة أسبوع إجازة، والأسبوع يوم مجيء ويوم عودة، ففقط 5 أيام مع عوائلهم وأهلهم. صار السواد يعني في كل زقاق وكل شارع وكل ساحة تمر: الشهيد البطل فلان الفلاني الذي استشهد في قاطع كذا، لأنه القتال على قواطع بالعراق، يعني مع إيران، قواطع الشمال، قواطع الجنوب، قواطع الوسط، يعني يذكر اسم القاطع وين استشهد وبأي مدينة. الشهيد البطل، الشهيد البطل، الشهيد البطل، أينما تولي وجهك، أينما تمر، الكآبة والحزن والفواتح. وفي بعض الأحيان يأتون بالشهيد مقطعا إربا إربا، ويأتون به أصابة طلقة أو شيء من هذا القبيل، يعني عند حظ الذي يخلى إلى المدينة ويدفن في مدفن معين في إحدى محافظات العراق. بالإضافة إلى هذا، أنه الذي ينجو من الخدمة العسكرية في الحرب يأتون الجيش الشعبي مثل الحشد الشعبي الآن، يلقون القبض عليه، يعني أب عند أبناء بالجيش يقاتلون وهو في بيته أو في محله أو مصنعه أو حقله الذي يزرع فيه، يلقى القبض عليه بحجة أنه تخدم في الجيش الشعبي، قاطع فلاني لمدة 6 شهور معايشة، يأخذوا الجيش الشعبي 6 شهور، وقدموا شهداء هذا الجيش الشعبي.
أسكرت الدولة بشكل كامل، وتحول الإعلام إلى تمجيد وتطبيل لشخص صدام حسين وللقادسية وللمعركة. ويجب أن تذكر اسم صدام في كل محضر وفي كل مكان وفي كل حتى فاتحة لما تقرأ أنه لازم تشيد أنت باسم صدام حسين. ضحكتك سيدي، ضحكتك سيدي، تريحك 15 مليون. ضحكتك سيدي تريح 15 مليون. من تبتسم سيدي كل الناس يبتسمون. من تبتسم سيدي كل الناس يبتسمون. ومن تغضب سيدي، من تغضب سيدي نار على العدا يصيرون. تحول البلد إلى مأساة، وكان العراقيون مكرهين ومجبرين ومضطرين للقتال. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخيار الثاني الإعدام، فصدرت أحكام الموت لكل من لا يلتحق بأداء الخدمة العسكرية أو حتى بالجيش الشعبي اللي متبني حزب البعث ورئيس طه الجزراوي طه ياسين رمضان. فصار الناس يموتون بالجملة. ونفقد هنا حتى يعوض صدام عن فقداننا لمئات الألوف من أرواح شبابنا الذين يكرهون على القتال، واللي ما يروح يعدم في باب البيت ويؤخذ من أهله ثمن الرصاصات والإطلاقات التي أطلقت عليه، أو يحال إلى محكمة ويعدم. هذا صار يعوضهم بإخواننا المصريين، فتح الأبواب أمام المصريين بشكل أكبر تعويض للمجيء للعمل كعمال. كعمل من النادر واحد ينجى من هاي الحرب. يعني كانت غضب بكل معنى الكلمة، غضبا وغضب العراقي ومصبوب على الشعب العراقي يدفع ثمنه. صارت الأمهات ثكلة تبكي، يعني النساء أرامل هني. يعني هذا قد المشهد، المشاهد اللي قاعد تتفضل فيها قد لا يختلف عليها المتابع والمراقب للشأن العراقي، لكن بيك يعني إذا عندك انطباع أو معلومة بحكم عراقي، بحكم أنك أنت موجود في ذلك الوقت، في النهاية حرب، وإيران أيضا في الضفة المقابلة أيضا قاعد، يعني الشهداء ذا اللي قاعد يسقطون، صحيح أن صدام بدأ الحرب حسب كلامك واستمرت الحرب في الطرف الإيراني، لكن كيف كان ينظر لإيران؟ يعني صدام حين مجبرين حسب كلامك انه خلاص، يعني هو اما الجبهه اما الاعدام، ما في خيار بالنص. اي نعم. بس ايران كيف كان ينظر لها؟ الان انا انقل لك، احنا متفقين واكرر هذا الكلام دائما انه بالصندوق الاسود يجب ان نتحدث الحقيقه للاجيال. بس فاتني فتشي انه اذكر لك انقطاع الكهرباء وهذا شلون عشنا فتره، لكن نرجع له اذا عجبك بعدين. لا الحين نقول اول شيء نقول انقطاع الكهرباء، شنو قصه انقطاع الكهرباء؟ لان بدايه الحرب العراقيه الايرانيه، الطائرات الايرانيه قصفت اماكن كثيره لانتاج الطاقه بالعراق، فانقطعت الكهرباء في عام 80 و81 عن العراق. فمثل ما الآن الطالب يدرس وكهرباء ماكو وبالحر، احنا قضينا سنوات 80 و81 إلى منتصف 82 أيضا ندرس من دون كهرباء وعلى اللالة والفانوس، وبدأنا نشتري، نرجع إلى الأربعينات والثلاثينات اللوكس واللالة
والفانوس، ذني كلهن أضوية يشتغلن على النفط أو الفتيلة أو ما أعرف شنو الغاز الغاز وهالمسائل ذني. فرجعنا إلى هذا العهد يعني بالحر. أنا أتذكر شلون طلعت أول على النجف ومن العشرة الأوائل، ما فاهم القصة بس أفهم بأنه كان حر ونقعد للصبح نقرأ. على أي حال، السؤال اللي سألتك قبل شوية، كيف كان المواطن كان العراقي؟ كان كالآتي. وإذا أبي أخصص وأحدد، المواطن العراقي الشيعي كيف ينظر إلى إيران الدولة الشيعية وحرب بينها وبين العراق؟ مضبوط، هو هذا التصنيف، أنه السني ينظر إلى أنه دفاع عن العراق وبمعيار وطني، وأن السلطة هي مالته يعني، فهو جاي يحافظ على السلطة وعلى العراق وعلى الكيان وعلى كذا. المعيار الوطني هو اللي يغلب عنده، فلذا لما يقاتل ما عنده مشكلة يعني. السني الكردي أعفاهم صدام حسين من أداء الخدمة العسكرية مجاملة للأكراد حتى ما يقاتلون الجيش العراقي، وحتى الجيش العراقي ما ينشغل بمقاتلة الأكراد، فأعفاهم يعني. أنت تسلم تصير عسكري، ما تسلم نفس الحساب عند صدام، ما عنده مشكلة يمك يعني. المشكلة كانت مع الشيعة. إنه عملية إجبار ومطاردة واضحة، والشيعي في بيته، يعني هذا ليس طعنا في الوطنية ولا الشيعي وطني بالأخير، إنه هو اللي قاتل وقدم دماء وتضحيات، لكن كان يدور في داخل ما بين الشيعة والناس في الشوارع في المقاهي في البيوتات، كيف نقاتل إيران وإيران شيعية، هم شيعة ونحن شيعة، وإيران يحكمها مرجع يعني وسيد ومعمم وهذا زين، إحنا يحكمنا واحد يعني، العفو أنا أوصل الصورة حتى لا، إحنا يحكمنا واحد ابن ما نعرف أصله ولا فصله ولا ندري بين مين، ومن قرية منبوذة بالعراق اسمها العوجة، فهذا شنو يزج بينا بهيك حرب؟ وبعدين احنا اذا متنا شنقل لله يوم القيامة؟ دافعنا عن صدام حسين؟ عن العوجة دافعنا؟ لو شلون يعني؟ فكان هذا الذي يدور في الشارع الشيعي تحديدا اغلبه، لكن أكو طبعا بالمقابل هناك نسبة من الشيعة تقول لك لا إحنا بل، لأنه الثقافة البعثية والقومية دافع عن العراق يعني، تتحدث عن عراق وفكر قومي وأمة عربية وكذا، مو شيء طائفي وحديث طائفي وشيعة وما شيعة والمسائل، لكن أنا أتحدثك للأجيال وللتاريخ من أوساط الشعب العراقي ومن القعر البيئة، انه ايش كانت تتحدث بان احنا ما يصير نستمر بهاي الحرب، ما هذا لازم نتخلف لازم نعتكف ما نروح. يجي جواب من الاخرين، قد يكون المتحدث يجي جواب من اخوه من ابوه من امه من عمه من خاله، او هم اذا اصدقاء ويتناقشون، يا معود اسكت الحيطان الهوذان قلت المصريين لحد يسمعنا، وبعدين حتى لو انت تتخلف عن اداء الخدمة العسكرية نروح ننعدم، والما يستخدم للمثل العراقي لا حظت برجلها ولا اخذت السيد علي، لا انت اللي رحت حاربت ايران، حتى لو انقتلت ومتت صير شهيد وصدام يكرم عائلتك، ولا انت اللي قدرت تنجو بنفسك وبقيت بالبيت، لا صدام عدمك وحتى عائلتك بدأ يلاحقها ودمرها وكذا. فعملية الإكراه والإجبار في يعني سواء التطوع أو أداء خدمة المكلفية بالعسكرية أو الجيش الشعبي اللي هو إكراه، كانت كلها قائمة على عنصر بس الضغط. هني أنت عكس لي صورة، لكن لما الشهداء كانوا يسقطون في العراق أثناء الحرب العراقيين أثناء الحرب العراقية الإيرانية، الشارع هني مرة ثانية العراقي في أوساطكم خلينا نقول، هل كان ساخط على إيران؟ هل كان ناقم على إيران؟ ولا كان السخط أكثر يحمل المسؤولية مرة ثانية في الأوساط المغلقة إلى صدام؟ ولا لا توزع السخط على الاثنين؟ اي بالضبط، هذا هو التوصيف الصحيح، توزع السخط على الاثنين، انه اكو مرارة
ضد إيران، إنه أنتوا يا إيرانيين يا ملاعين الوالدين، لا أنتوا اللي منتصرين على صدام وجايين داخلين ومخلصين من هذا الحكم، ولا أنتوا اللي موقفين الحرب حتى أولادنا تنجوا من المعركة، مواصلين يوميا مسوين هجوم. كان الشعب العراقي مستاء جدا من إيران، لأنه كل 6 أشهر إيران تحشد قواطع وهجوم بمئة ألف جندي يأتون يعني إلى العراق يهجمون، خاصة بعد 82 هجومات كاسحة وقوية وهذا، ويقتلون هم من عندهم وإحنا نقدم ضحايا، فالضحايا يكونون بالآلاف بالعراق. فهنا يزداد السخط على إيران وعلى صدام حسين أيضا. ليش على صدام؟ لأنه في البداية أول سنة من الحرب في عام 80 كان يذيع بيانات يقول تكبدت إيران خسائر 1300 قتيل وتدمير 20 دبابة وإسقاط 3 طائرات وتحطيم ما أدري شنو 6 مدافع، خسائرنا شهيد واحد وجريحان، غير معركة اللي يسقطون 1200 من الطرف المقابل وانت بس شهيد وعندك جريحين، يعني شغلة حتى العقل ما يتقبله. فعملية سخرية واستهزاء بحجة انه الاعلام ما عرف منه هذا اللي كان يقول صدام لازم احنا بهالطريقة نقدم اعلامنا انه نقتل 1000 من عندهم، شنو هاي شلون ما اعرف. طيب احنا راح نرجع بعد شوية نكمل كيف كانت الأجواء داخل النجف وكربلاء فيما يخص الحرب العراقية الإيرانية، لكن بما نتكلمنا عن الشارع العراقي كيف ينظر إلى إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية، أيضا العراق حصل على دعم عربي كبير، خليجي عربي إذا استثنينا يمكن سوريا، دولي في حربة مع إيران. الشارع العراقي كيف كان ينظر، إذا بنتكلم تحديدا عن العرب وعن الخليج، كيف كان ينظر إلى هذا الدعم المالي الكبير لصدام في حربة مع إيران؟ مبسوط، سعيد، ساخط، ناقم؟ الجواب ينبع من الوسط العراقي، يعني حتى العالم لا يتفاجئ بهذا الجواب، بس هاي هي الحقيقة التي كانت مغيبة عن العالم، لأن الإعلام العالمي والعربي لم يكن يتحدث ولا يعرف ماذا كان يجري في داخل العراق، بل حتى لو كان يعرف كان يعتم على الحقيقة ويعكس فقط أنه أقوال القائد المنصور بالله صدام حسين، ما أكثر من هذا ماكو. لكن الحقيقة لا، كان الشعب العراقي يتمنى ويدعو من الله سبحانه وتعالى على أن تتحول الحرب ضد الدول العربية الواقفة إلى جانب صدام حسين لكي ينتقموا من العرب، لأنه كان يقولون بيناتهم من يقعدون يسولفون يقول لذول العرب يعني واقفين ويا صدام ضدنا إحنا العراقيين جاي ننقتل، هم شنو خاسرين؟ لأنه صدام كان يدفع عن كل شهيد عراقي يسقط في أرض المعركة أولا قطعة أرض، ثانيا سيارة برازيلي، يعني استورد من البرازيل 10,000 من السيارات واجتاحت العراق من موديل 82 إلى موديل 86 في 87، ينطي للشهداء سيارات برازيلي والشهيد الأعلى لا يعطي سيارة أحسن، 10,000 دينار وراتب تقاعدي مدى الحياة يعني لأولاده وأسرته أو أهله أو كذا، وهذه الامتيازات المالية كلها كانت من الخليج. فهاي الامتيازات الشعب العراقي يقول وليس أنا الذي أقول، أنا ذاك الوقت جزء من هذا الشعب، يعني يقول أنه هاي كلها تدفعها دول الخليج، السعودية والكويت والدول الأخرى، فولد حقد. دعني أستاذ عمار أكون صريحا جدا حتى الناس تنتبه، حتى أخاف مستقبلا أكو حروب أكو كذا، الأجيال تعرف شلون تفكر، أنت مو بس تفكر تريد تحمي نفسك وتحمي دول الخليج ومخلينا إحنا بوجه المدفع والضحية نقاتل دفاعا عن حضرتك حتى تركب كادلك ومارسيدس وشوفر ليه وجيمسي ومعرف شنو وتتنعم وجوازك بجيبك، بالصيف أنت بلندن وبالشتاء ما أدري بيا دولة ومتونس وراتبك 1,000 دينار مثلا أو 10,000 ريال أو يعني عملة الخليج أنا أقصد، وأنا اللي أدفع الثمن وأموت من أجل ماذا؟
من أجل حتى أنت تتنعم. وشنو فرقي عنك؟ من يقول أنت أحسن من عندي؟ أنا يجوز أحسن من عندك، يجوز أفهم من عندك، فليش أنا أموت بالحرب؟ وليش أنت توقف إلى جانب الحاكم مالتي، الحاكم الطاغوت، المجرم المستبد المدمر؟ هل تعلم أستاذ عمار، شوف هاي الكلمة راح تطلع من عندي، لا يوجد في كل تاريخ البشرية من هو أجرم من صدام حسين؟ أبدا، لا ستالين ولا هتلر. هتلر ما قتل، هتلر حرب عده ضد الآخرين، مو إعدامات الشعب وكذا، يعدم العسكري اللي يتخاذل أو يتهم أو. المهم بس أقصد ستالين يعني، لا وجه للمقارنة أبدا. زين ليش أنت هذا الموقف السياسي وأنت ما تزال حتى هاي اللحظة مضحي بي بالعراق، حتى الآن مضحي بي وأنا أقاتل وأموت وأنت عايش أعظم عيشة؟ ليش هذا كله ولد حقد؟ دقيقة حتى تعرف شنو أسباب ودوافع لما راد يصير هاي مو تبرير، هذا توصيف ولا أتبناه أنا، لا هذا لازم تتأمله ولا تحقد عليه تقول هذا شنو حاقد يحكي، لا 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 لازم تتوقف وتنتبه أنا إيش جاي أحكي، تسمعني زين مو تظل ما أدري شلون تفكر. هذا أحد الأسباب الغزو اللي أغلب العراقيين فرحوا به، وأغلب العراقيين من ضرب صدام الخفجي قالوا له لعنة الله عليك لازم تقصف الرياض يا ابن، لازم تدمر الرياض على رؤوس آل سعود. هذا الواقع العراقي اللي أنا أنقل لك إياه. ما تسمعه كذب بأن العراقيين والله وطنيون وعراقيون أصلاء دافعوا عن العراق، لا كنا نموت. تخيل أنت بيت أنت وأمك وثلاث أولاد، تقعد الصبح واحد من الأولاد رايح وأنت عايش وياه 20 سنة، تقعد ثاني يوم رابع يوم الثاني هم رايح وأنت عايش وياه 25 سنة، الأسر دمرت تفتتت، أرامل ثكالة. أستاذ عمار جاي أنقول لك، شوف أنا هسه بهذا الحديث تحديدا رجعتني إلى الثمانينات، أنت الآن رجعتني 40 سنة إلى الخلف بالتمام والكمال. إحنا الآن 2020، رجعتني إلى 2080، أرى الثكالة واليتامى والأرى والأرامل. من أجل ماذا نموت؟ ليش نموت؟ ليش يلعن أبو إيران على أبو كل الدول؟ أنا العراقي دائما ضحية. هني خلنا أنا أنقل وجهة النظر الأخرى. وجهة النظر الأخرى قاعد تقول لك في النهاية إحنا كان هناك تهديد إيراني لدول الخليج، وصدام كان متصدر خوفا من تصدير الثورة في إيران إلى دول الخليج، فإحنا ما قدامنا إلا صدام حسين ندعمه، ليش قاعد تلومنا إحنا؟ لا ما ألومك، لا 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 لا، هذا مو كلامي ولا جاي ألومك ولا ألوم أحد، لكن إذا يهدد الخليج. لا أنت الخليج، أنا أقصد ما أقصد فايق شيخ علي، أنا أقصد كالمواطن العراقي. أيوة ليش قاعد تلومنا؟ مضبوط، في النهاية أكو أيضا خطر علينا في دول الخليج. إيه كحكومات دول الخليج كانت تنظر هناك خطر إيراني قادم، المتصدر هو صدام، إذا ندعم صدام حتى نحن نأمن حالنا. ما جيت الدافع عن العراق والدافع عن أمنك، عطيتك فلوس شنو تبي أكثر؟ شو منك الفلوس ومني مني أنا الفلوس إيه؟ أنت متصدر وأنا أموت؟ أنت متصدر، أنت بديت الحرب، تحمل أنت. هذا شنو المنطق أنه أنت تطي فلوس وأنا أموت؟ ليش انا ما عندي فلوس؟ العراق اغنى من كل دول الخليج. بس انت قبلت في ذلك؟ لا انت قبلت، انا ما شوف دقيقه، هنا نقطه مهمه. اولا ما ابرر صدام موضوع حربه ويا ايران، مو تبرير هذا، وثانيا ما جاي انتقم من الخليج. اسالتني سؤال رجعتني 40 سنة، ردت مشاعر العراقيين اعكست لك اياها كما هي بالضبط. وفي ذلك الوقت كانوا يقولون احنا الشعب العراقي، حتى تكون بصورة خلي الاجيال تطلع وتفهم الحقيقة، يقول لك ليش ماكو فرقة سعودية تيجي ويانا تقاتل، او اماراتية او كويتية او عمانية او قطرية او بحرينية، ليش ما يجون يقاتلون؟ ضباط جنود مراتب يجون ويانا معايشة بالجبهة يقاتلون الإيرانيين إذا هم يريدون يحمون أنظمتهم، ليش بس يدفعون فلوس وأنا أموت؟ ليش يشتري دمي بالمال؟ ليش؟ هذا هاي أسئلة، هاي مهمة أستاذ عمار. شوف دقيقة، لابد أن أوجه الشكر إليك
حقيقة اسمعني، إلك وللقبس وللصندوق الأسود وللكادر وللعاملين وللجميع، لابد. ليش؟ لأن أنت طلعت حقائق ما تطلع. هاي ماتت مع أهلها، هاي ما تطلع. هاي لو أنا ميت أو أموت باكر ماكو، لا تصدق أكو عراقي يحكي لك. مع العلم هاي عاشها 16 مليون عراقي في عام 80، كل الشعب العراقي عاش هاي الحقائق، بس ما بين الآن ماتوا، ما بين نسوا، وما بين تغاضوا على، فما عبروا لك عن. أنت الآن رجعتني أعبر لك عن الواقع الحقيقي اللي كان يعصف بنا أمهاتنا عمار، أرامل، أخواتنا ثكالة. تعرف أنت جاي أحكي لك أنا باقي الشيخ علي القاعد أمامك، عندي أخت أصغر من عندي اللي يجي من بعدي مباشرة بنت اسمها أفراح، مواليد 70، هاي تيجي من بعدي بعدين الأولاد. هاي كان زوجها ضابط بالنجف وبنية صغيرة بالثمانينات، بعدي هي مواليد 70، يعني بال85 تزوجت، بعد بيوم اللي عرست ثاني يوم زوجها الضابط راح للجبهة انقتل، استشهد راح دفاع. تدري شنو معنى هاي؟ بنت طلعتها انت من بيتك، زوجها الضابط ورجعت للبيت مرة أخرى، قعدت وهاي عمرها 15-16 سنة 17 سنة بقت عندك هاي تدري شنو معنى هاي؟ وش قد كبيرة هاي من بيتي أنا الآن جاي أحكي لك، يعني كمثل على بيوتات العراقيين. تدري أم فرحانة بابنها استوى 18 سنة صار يروح للجبهة ينقتل، 18 سنة هي الأم عمرها هم فد 18 سنة من الزوجة، بعدي 36 سنة شاب، وإنت يعني تفجعها بمقتل ابنها. شيعة شنو المال اللي أنت تعطيني إياه حتى أنا أسكتها وأقول لها بالليل لا تبكين لا تونين لا تتذكرين ابنك ذاك اليوم كنتي تهزي بالمهد أو بالعراقي بالكاروك إحنا عندنا. بس كانوا واعين أن اللي مسؤول صدام مش دول الخليج. إيه بس واعين أيضا بأنه صدام جاي يجبرهم، صدام بالقوة بالإعدامات يأخذهم. هذا اللي هسه جاي يصير الآن من الثأر والقتل، تصور هذا جاي من فراغ لو مرحل من تلك السنوات، هذا ما جاي من فراغ أبدا. تصور أنت الكره اللي موجود الآن للخليج والحكي ضد دول الخليج الآن وضد هذا جاي من فضاء ما إلى جذور وما إلى أساس. لا، أساسه هو هذا اللي جاي أحكي لك إياه أنا. لازم سياسات الدول تنتبه تأخذ بنظر الاستاذ عمار. شنو هي رسالتي الآن؟ أنا أريد أوصل للعالم شنو أنا عندي رسالة. شنو الدول من تريد تتخذ سياسات لازم تقرأ الشعوب جيدا وكيف تفكر الشعوب وماذا تعاني الشعوب، مو يتخذوها فقط سياسات إلى جانب الحكام، وتحديدا لما يكون هؤلاء الشعوب، هذه الشعوب خاضعة لنظام دكتاتوري قاتل مجرم. مو السياسات اللي والله انت تدافع عني وتروح تموت تستشهد تنقتل وانا ادفع لك فلوس ثمن دمك، مو هاي. لازم يعني واحد ينتبه لها، وارجو هاي ام لازم تطلع ان يفهمني كل الخليج وكل حكام الخليج بان نك الجراح هذا ما كان انا بودي اريد احكي. احنا لا تقول لنا الحين احنا اللي كان جراح، احنا الحين قاعدين نوثق تاريخ استاذ فايز. أيوة. وقاعدين نتكلم عن احداث في النهايه هي جرت في الماضي، لكن مضبوط. طبيعه اي برنامج تاريخي توثيقي تحتاج انك ترجع الى الماضي لتستفيد من العبر للمستقبل. مضبوط. وبالتالي هو مش نك جراح، ولهذا هو توثيق واستعراض لاحداث جرت في الماضي. صحيح. انا بس تعديل للعباره. لا يعني لا ابدا. نك جراح كان احنا يعني احنا نكون في خانه ان نتعمد اثاره مواضيع لا. يعني عفى عليها الزمن. لا ابدا، كلامك مضبوط 100% وانا اتفق معاه، لانه نك الجراح ياتي من يعني التذكر الماضي وال إعراب عنا بمنتهى الصراحة أمام العالم ومن دون تزوير وتلفيق وكذب وكذا لدوافع سياسية.